إلينا للتو السيد الحبيب شوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. أهلا بكم معالي الوزير معنا. هناك مآخذ على ما قامت به الحكومة ويقولون أن الإجراءات إلى الآن غير كافية، هي ديماغوجية كما قال أحد ضيوفنا. ما الذي تفعله الآن الحكومة من أجل محاربة الفساد والاستمرار في هذا الطريق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك الكرام. أهلا بكم معنا وللمشاهدين. الحكومة اليوم تنطلق من أرضية دستورية واضحة تنص على في مقتضياتها وأحكامها على اعتبار اليوم أن الحكامة تشريعيا ومؤسساتيا تعتبر من أهم المداخل للبناء دولة القانون. تنطلق الحكومة أيضا من نفس شعبي ومن شارع وطني ومن رغبات واسعة للشعب المغربي لمكافحة الفساد الذي أصبح اليوم ليس فقط مجرد ممارسات معزولة ولكن ثقافة للأسف شائعة وبنية يعني تكتسح في تفاعلاتها الإدارة والاقتصاد والثقافة وكل تقريبا مجالات الحياة. إذن هذه المعطيات اليوم تجعل الحكومة تشتغل بوضوح تجسد من خلال البرنامج الحكومي. هذا البرنامج وضع مجموعة من الأولويات التي ترمي إلى يعني تعزيز منطق الحكامة ومكافحة الفساد للإمكان استجابة إلى التحديات المجتمعية والمطالب المجتمعية المتصاعدة. من هنا من الخلل اعتبار أن العمل الحكومي عمل ديماغوجي، فعندما نقوم مثلا معالي الوزير إذا سمحت لي عفوا، نريد أن ندخل في التفاصيل. ما هي خطة الطريق الآن بعد الإعلان عن قائمة المستفيدين من أذونة النقل؟ ماذا بعد؟ ما الذي يجب التحذير له الآن؟ أول شيء يجب تسجيله أن الحكومة اليوم عندما تفتح ملفات الجميع يعرف بأنها مزمنة ورائحتها تزكم الأنوف. هذا أولا يجب أن يحمد الحكومة لأن هذا عمل يرتقي إلى مستوى الشجاعة والمسؤولية السياسية ويلتقي بتطبيق القانون. من العيب القول بأن هذا الأمر فيه نوع من التخويف، بالعكس تطبيق القانون من صميم المسؤوليات الحكومية. هذه خطوة أولى ستتلوها خطوات تؤدي إلى إقرار الشفافية. ما هي هذه الخطوات سيد الحبيب الشوباني؟ ما هي هذه الخطوات؟ هذه الخطوات تباعا هي أنه سيتم اعتماد المنافسة في هذا القطاع. المغرب يخسر آلاف مناصب الشغل، يخسر الاستثمارات الضخمة في هذا المجال. إذن فتح المجال للمنافسة وفق دفتر تحملات واستبعاد منطق الريع سوف يكون خطوة متقدمة لإقرار الشفافية وإقرار يعني هذه الثروة الوطنية وهذه الخدمة في إطار جيد. طبعا غادي يمتدوا من بعد الى مجال المقالع ومجال العقار ومجال يعني الصفقات العموميه. هذا ماذا عن الضرائب سيد الحبيب شوباني؟ الضرائب، قطاع الضرائب. طبعا الضرائب العنوان الابرز هو اقرار عداله ضريبيه في اطار تدرج ينتهي الى ايضا هناك ريع ضريبي في هذا المجال. بالمناسبه هناك قطاعات لا تقدم يعني لا تساهم في إنتاج الثروة الوطنية الضريبية، وبالتالي قطاعات تعيش ريعا ضريبيا. اليوم يجب أن تراجع الأمور في إطار مزيد من التكافؤ ومزيد من التضامن الوطني ومزيد من إقرار عدالة ضريبية. هناك قطاعات يعرفها الجميع اليوم، لكن الحكومة واعية بأن الوضع انتقالي ولا بد من إشراك كافة الفاعلين. ليس هناك يعني مطاردات الساحرات، ليس هناك منطق ترهيب، ليس هناك منطق يعني عنف بين قوسين. هناك اليوم مناخ وطني يحتاج إلى إشراك. بالمناسبة كانت هناك فرصة مهمة جدا لتوقيع الحكومة ورجال الأعمال من خلال إطارهم التنظيمي توقيع اتفاق مهم يرسخ الثقة بين الحكومة وبين رجال الأعمال وبناء رأس المال الوطني وبالطبع مع الأجنبي. نريد اليوم بناء مناخ ثقة فيه احترام القانون، فيه تكافؤ الفرص، فيه العدالة، فيه الشفافية، وهذا سيمتد إلى كافة القطاعات
بما فيها حتى الإدارات. اليوم في قطاع التعليم هناك اختلالات مرتبطة بالحكامة، تحريم المغرب من فرص شغل كثيرة جدا، في قطاع الصحة أيضا. فالمناخ اليوم يتجه فيه الأمر إلى بناء هذه الثقة. طيب هل لديكم أعمال من نقابيين؟ نعم. هل لديكم نية في استرجاع الأموال التي هربت؟ أنا أقول لك بوضوح، كل شيء يسمح به القانون ويطبق فيه القانون سيتم إعماله بوضوح وبمسؤولية. اليوم الدستور ينص على ربط المسؤول بالمحاسبة، وأنه لا أحد فوق القانون، لا أحد فوق القانون. يجب اليوم أن نؤمن بهذه الحقيقة، ويبحق إيمان عادي وطبيعي. كل الدول المتقدمة، كل الدول المحترمة لمواطنيها، لكرامتهم، لحرياتهم، لثرواتهم، تعمل بمبدأ لا أحد فوق القانون. وإعمال القانون لا يعتبر يعني تعنيفا للناس، وإنما يعتبر يعني إعمالا لمنطق وطني، لمنطق الإرادة الشعبية. نحن اليوم نريد أن يتداعى الذين بأيديهم ثروات، وأن يعتذروا للشعب المغربي، وأن يردوا ما أخذوا بطريقة يعني عادية وطبيعية. ولكن في حالة إذا لم يتم استرجاع هذه الأموال أو هذه الممتلكات والامتيازات، فإن إعمال القانون هو سلوك عادي من طرف حكومة تحترم نفسها وتحترم شعبها. طيب شكرا لك. هذا علي الوزير، هل لديكم اليوم الجرأة للإعلان عن الجمعيات المستفيدة من الدعم؟ قبل هذا السؤال لابد أن ندقق أمور أساسية. يعني المغرب ما غاديش نقولوا للناس فقط انه في الابتسام باش غادي يجيو، تكونوا واضحين. ملي وقعت الازمه في تونس وفي مصر وهي بلدان سياحيه، ما جاوش السواح للمغرب. تنطرحوا سؤال علاش؟ لانه اللي كيخوف الناس في المغرب هو شيء واحد، هو الفساد، ولا شيء اخر غير الفساد. واليوم التحكم في الفساد والسيطره على الفساد هو اللي غادي يخلي الناس يثقوا في المغرب، ابناء المغرب وكذلك الاجانب من المستثمرين. اليوم غادي نبغي ننبه بان المقاربه الحكوميه هي مقاربه دستوريه، ليس مقاربه مبنيه على عواطف ولا مبنيه على هواجس، هي مقاربه دستوريه تنطلق من الدستور وتفعل الدستور. اليوم عندنا الحكومه غتشتغل على الجانب التشريعي وغتجيب كل هالقوانين اللي خيوا طرحوها وشاروا لها، واللي بالمناسبه كلها كاينه في الدستور كقوانين تنظيميه ولا قوانين عاديه، المنافسه والولوج المعلومه الى اخره. ولكن ايضا ما نساوش اليوم ان البرلمان عنده صلاحيات مهمه. البرلمان اليوم غادي يطلع بالدور ديالو، خصو يطلع بالدور ديالو. كيف يعقل ان تكون عندنا ملفات فساد كبيره وعندنا عدد لجان تقصي حقائق قليل جدا يعد على رؤوس الاصابع؟ البرلمان خصو يقوم بالدور ديالو في الرقابه على الحكومه وعلى المال العام وعلى المؤسسات. ثم كذلك هناك شيء اساسي جدا اللي هو الملف ديال المجتمع المدني. الدستور اليوم تيعطي للمجتمع المدني دور اساسي في السياسات العموميه. سيكون هذا المجتمع المدني شريك في كل السياسات، في التتبع، في الاعداد، في التنفيذ، في التقييم، وفي ملف الفساد والحكامه تحديدا. هناك ان شاء الله انتظارات واسعه لكي يطلع المجتمع المدني بدوره في هذا الامر، خصوصا انه لكي معالي الوزير لكي يتفاعل المجتمع المدني معكم. هناك اجراءات في الحقيقه لا تحتاج الى اكثر من قرار سياسي. المجلس الاعلى للحسابات واضح في بعض التقارير، هل ستجري محاسبه هؤلاء المتورطين احالتهم على المحكمة؟ طبعا اليوم ما اشوف اليوم ما ياخذك اي شك بان اي تقرير غادي يصدر على اي مؤسسه دستورية وعلى أي مفتشية عامة سيأخذ مجراه في إطار القانون. والمجتمع المدني غادي يكون شريك من خلال أنه سيكون له دور في اليوم عندنا قانون تنظيمي إن شاء الله نخرجوه كيتعلق يعني العرائض وبالملتمسات، اللي غادي يعطي القدرة للمجتمع المدني يولي شريك حقيقي في الرقابة على المال العام وعلى السياسات ديال الدولة. هذه الشراكة اليوم وهذا التكامل الأدوار ما بين الدور الحكومي والدور البرلماني والدور المجتمع المدني هي الرافعات الرئيسية اللي غتخلي هذا المغرب فعلا يسترجع الجاذبية ديالته ويسترجع الثقة ديالته ويسترجع. طيب الحق يعني في المعلومة، الجمعيات المستفيدة، الجمعيات المستفيدة من الدعم، سمعنا أن السيد عبد الإله بن كيران لم يستسغ الأمر عندما قلتم أنكم تعلنون عن قائمتها، هل ستملكون الشجاعة لفعل ذلك فعلا؟ شوف يا سيدتي، إذا لم نكن نملك الشجاعة فماذا نفعل في هذه المسؤوليات؟ متى ستعلنون القائمة؟ الشجاعة جزء
متى ستعلنون عن القائمة؟ أنا غادي نوضح، سأوضح. يعني لأول مرة في الهيكل الحكومية هناك وزارة تحمل اسم العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني. نعم. عندنا حوالي تقريبا 60,000 جمعية في المغرب. ملفات هذه الجمعيات وعلاقاتها ومعاملاتها موزعة على مختلف الوزارات. طيب. كاين عند وزارة الداخلية، وكاين عند وزارة التضامن والأسرة، وكاين عند وزارة الفلاحة والشيبة والرياضة إلى آخره. نحن الآن بدأنا في عمل يرمي إلى امتلاك سياسة أو رؤية حكومية حول هذا الموضوع الهام والحيوي، واللي هو ثروة وطنية حقيقية. المجتمع المدني ثروة وطنية حقيقية. سنقوم في إطار هذا العمل الحكومي اليوم بتجميع المعطيات، بوضع نظام حكامة يرتبط بمعلومة المعلومات حول الجمعيات، كل المعلومات حول الجمعيات. هل تعرفون المبلغ؟ كم تستفيد الدعم، المبلغ المخصص لهذه الجمعيات، الدعم الذي تستفيد منه؟ هناك بعض الجمعيات لا تجد شيء وهي تحتاج إلى دعم، وهناك جمعيات لها يعني دعم متوسط ومحدود، وهناك جمعيات قليلة لها إمكانيات ضخمة جدا. فنحن سنسير إلى مبدأ تكافؤ الفرص. لا، حزب العدالة والتنمية شحال من جمعية كتستافد عنده؟ حزب العدالة والتنمية شحال من جمعية عنده كتستافد من الدعم المال، من المال العام؟ هذا سؤال ديال الاستخبارات، هذا السؤال السياسي زيان. لا، قول لي شحال من جمعية كتستافد حزب العدالة والتنمية من المال العام؟ قولوا علينا، بداو براسكم. بداو هذه الشجاعة، هذه الشفافية. يقولوا حنا عندنا قد وقدم الجمعيات، قلتوا خديتوا 53 مليون درهم ورديتوا 2 مليار من الدولة. مزيان اللي قلتوها، ما كرهناش حزب الاستقلال اللي يدير فحالكم. بقاو في هذا الاتجاه، قولوا شحال عندنا من الجمعية، شحال كيعطيونا سنويا، فين كتمشي؟ اعطيو المثال. حنا ماشي ضد. طيب لنستمع الى الجواب. شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك سيدي. انا ما عرفت تدخل شويه تيبان لي خارج الاطار ديال النقاش ديالنا. ولكن مع ذلك انا غادي نجاوبك. حزب العداله والتنميه هو حزب سياسي بحال جميع الاحزاب السياسيه الوطنيه، والجمعيات هي تنشا في اطارات مدنيه وتكون لها يعني تنشا في اطار قانون اخر مستقل عن الاحزاب السياسيه. ولكن اقول لك أن الحكومة عازمة على إحلال الشفافية في تعامل الجمعيات مع المال العام باعتباره طيب. مال عام. طيب نريد، هناك أسئلة كذلك. أنك امتلكت الجرأة لكي تقول أن حزب العدالة والتنمية يعني مسؤولية رجع جوج ديال المليار ديال السنتيم لصندوق المال الدولة لأنه شطلوا من الانتخابات. شكرا لك. طيب سيد شوباني، أرجوك، هناك أسئلة نريد أن نطرحها فيما يخص الموظفين الأشباح. هل هناك مشروع في هذا الباب؟ نعم، هناك الآن يعني دراسة وتجميع معطيات، والحكومة جادة في أن تتصدى لملف المعروف بموظفين الأشباح، ولك الضرب الأرقام بشأنه، ولكن هو موجود بكل تأكيد، والحكومة ستقوم بالمتعين في هذا الموضوع لتطهير الإدارة من كل هذه الظواهر الغريبة على الخدمة العمومية وعلى الإدارة العمومية اللي كتخدم المواطنين، بعيدا عن كل هذه الأساليب ديال أيضا الإفساد الإداري. الذين الآن يتابعون قضائيا، ما الذي يضمن لهم أن لا يكونوا كبش فداء، وبالتالي المتورطين فعلا أصحاب النفوذ يسلمون من هذه القضايا؟ وهذا سؤال يطرح بشدة عن طريق الرسائل النصية الأسماس. يا سيدتي، هذه الحكومة ليست حكومة مستوردة. هذه حكومة نابعة من الشعب ولها دستور وتحترم القانون. ليس هناك مواطن يعني فساده صغير ومواطن فساده كبير. المخالفة ديال القانون كما كانت، اللي كيسرق ريال بحال اللي كيسرق مليار، المهم وخص الجميع يخضع لمحاكمة عادلة عندما يكون متورط. الآن كنتكلموا على أشياء فيها الاشتباه، ملفات كيتكلموا على المغاربة بوضوح، لكن القضاء شيء آخر. القضاء مستقل ويجب أن يكون مستقل، والحكومة تلتزم كما قال سيد وزير العدل. الحكومة تلتزم بألا تتدخل في القضاء. هذا عهد جديد لإطلاق منطق جديد سميته احترام استقلال القضاء.